اليوم غادي نشرح لكم الحقيقة ديال خليط السلالات والمميزات دياله. أسعدتم مساء متابعي قناتنا الأوفياء من مزرعة الأخ عديل بمجاط بمدينة مكنس. ننقل لكم هذه الحلقة لنقف عند الحقيقة الكاملة لخليط السلالات. سنتعرف من خلاله مع الأخ عديل على مواصفات والمميزات التي تميز هذه النوعية من التربية. بقناة طيور تي في معكم عديل لتربية الدجاج البياض منطقة بوكران. ترحبوا بكم وترحبوا بقناة طيور تي في. احنا اعتمدنا على الدجاج اللي فيه المواصفات ديال اللحم او البيض. شوفوا هذا هو الخليط ديالنا اللي تيتشكل من لي جورن والاندلسي والاسترالو ونيوجيرسي. وحنا اختارينا هذا الخليط هذا لحقاش بياض ولحم، ومختارين من الديوك ومن الاناث. الديوك كاين الاسترالو بخلاص راه معروف عليه اللحم والبيض، والاندلسي معروف عليه اللحم والبيض، لي جور معروف عليه بياض بامتياز، ونيوجيرسي معروف عليه بيض ولحم. وباش يعرفوا الاخوان ديالنا بان الجيل الاول هو اللي مزيان في الخليط ديال السلالات، هو اللي تيعطي انتاجيه مزيانه في اللحم وفي البيض. وبالنسبه للبيض السنابل هذا هو البيض ديال خليط سلالات، هذا هو فيه، هذا تيتمشى في السوق مزيان، عنده إقبالية في السوق، فيه الكريمي، فيه الألوان مختلفة، ومقبول في السوق، يعني راه خدام مخير في السوق. وبالنسبة للوزن ديالو تيفوت، كاين اللي تيفوت 60 غرام، وهذا هو اللي تيميزو مع البلدي ديال البلاد. وتي ما تيقرق شاي الدجاج ديال الخليط، وتي ممكن تكون عندك 100 دجاجة وتخرج منها واحد 80 بيضة او لا 70 بيضة، يعني تيبيض على لاين نقولو حنا كل نهار، تيبيض من غير شي وقيته اللي تيحبس قليلة وتعاود يرجع للبيض. وبالنسبة للقراق هو راه تيقرق شي نسبة قليلة فيه، ولكن حدنا تنحطوه واحد البلاصة نبعدو على هاد العشيشة ديالو، تيعاود واحد يومين ثلاث ايام تيعاود يفيق من القراق، ما تيقرق شي بزاف. هذا السنابيل حنايا اختارينا خليط سلالات لحقاش مع التجربة ديالنا في الدجاج ديال البلاد ما مشيناش معاه فيه بعيد، وضيعنا وقت فيه كثيرة وضيعنا فلوس ما خدام شيء. ونصيحة للناس اللي بغاو يديروا خليط سلالات عليهم بالخليط، الخليط هذاك هو اللي غادي يمشي فيه بعيد، وكاين الطلب ديال البيض الحمد لله كاين الطلب فيه كثير، كل اصحاب الفحاصات كاين الاستهلاك، تقدر تدي الف بيضة للسوق تبيعها الى ما لقيتي شيء اللي يدي عندك اصحاب الفحاصات، الى ما بغيتيش انت تفقص كاين اللي يدي صحاب الطاقة، ما لقيتيش كاع راه تقدر تبيعو الاستهلاك. هذا هو اللي غادي نقول لكم على خليط السلالات، نصيحة للشباب او اصحاب المشاريع يديروا خليط السلالات. وحنا راه الاشارة اللي خصو البيض المخصب راه موجود، واللي خصو الدجاج او الفلوس راه كلشي بالكومون، كنخدمو على الفلوس ديال النهار ديال 21 يوم وديال الشهر ديال شهرين، العتوقه ديال شهرين تنخدمو عليها، ومازال غادي نوريكم ان شاء الله عندنا شي حاجه ديال الفلوس ديال 21 يوم. حنا موجودين عند واحد السيد وهذا هو اللي كاين بالنسبه للعتوقه والفلوس، راه كلشي بالكوموند، كلشي بالكوموند، ما تيكونش عندنا حنايا الفلوس واجد او لا العتوقه واجده. اللي عطى اللي زميلي اتصل بينا، وحنا راه الاشاره اللي خصها شي حاجه مرحبا.